اليوم طول عمركم ابدل بطارية للرنج. طبعا هذا شيء مو بجديد، لكن اللي جديد طول عمركم البطارية، ناس تفرها او تعطيها قطع غيار اللي بدل البطارية، او يحاسبكم سعر رخيص يعني بعشر دراهم يعطيك بعشرين ثلاثين. لكن اليوم انا بحاول ابيعها اكثر عن كذي، واخبرك وين تبيعها زين عسبة تستفيد انت. هم يبيعونها مرات بخمسين ستين على حسب الوزن. اليوم انا بحاول اخبركم وين المكان عسبة تعرفون وتتعلمون. كثير من الناس يا تفرها يا تعطيها المحل، فوق كل هذا جادلة وما يسوي لك سالفة مرات، ويعاملك بعضهم عاملة الله اعلم فيها. فطول عمرك حتى لو بيحاسبك ما يحاسبك وايد عليها، كم 20 25 15 10، على حسب اقولتهم القصبة اللي بيقصب. لكن اليوم نحن بنوديها طول عماركم سكراب، سكراب مش سيايير، سكراب مثل الحديد وهالسوالف، فيشل هذه ويشتريها بس على حسب الكيلو. انا ما اعرف كم الكيلو، بس خلونا نصور لكم ونطمشكم. وكل فايدة فيها انا ما بقصر والله، كل ما اعرف يعني فايدة فالكم طيب فيها، وكلنا بيد واحدة ان شاء الله. تعرفون شو قال؟ قال ببايعك بثلاثمية وثلاثين بثلاثمية وثلاثين. قالوا بتعطاني القديمة ببايعك اياها بثلاثمية، يعني حسب لي اياها بثلاثين. بنصير طول عماركم السكراب وبنشوف كم بيشتروها. هو اعطاني هني اياها، اشتراها جنة ثلاثين درهم، ولكن بنشوف برا كم بقدر ابيعها، اقدر ابيعها فوق الثلاثين او لا. مكان البيع تشوفون هذا مسجد البنغال، معروف الصناعية من ورا تشوفونه، هذا معروف مسجد البنغال. سألوا عنه يخبروكم مسجد البنغال. تخلون عايمينكم كملون كله سيدة هني. اوكي بالقصاب يقصبونكم. تشوفون نفس هذا السكراب مكتوب مر عند مسجد البنغال، تشوفون هذا، هذا سكراب طول عماركم. هني سكاريب، قبل لا تودون البطارية تخبروهم عن سعر الكيلو. الكيلو مفروض اظن ثلاث دراهم او شيء من هذا. طبعا عندكم سكاريب هني وايد، لف وشوف كم يعطونكم زين، ومن بعدها قول مو مشكلة طلعها. مو بتطلعها تسيد حوط وكذي وشالنها وتعب ودنيا، فكذي بتتعب ويمكن يعطونك اقل سعر. بس انت شو تسوي؟ اول شيء اسالهم عن الكيلو وخلاص. كم كيلو هذا؟ يكترين اشي هذا فلوس هذا؟ لا لا ثلاثة. شوفوا هناك تحسبها يحطونها كم واحد كيلو؟ ثلاثة درهم ونص ها؟ و تعرفون يا الربع بكم اشتريتها؟ اشتروها 75 درهم، وكان هناك يباها بكم؟ بثلاثين. تخيلوا الفرق، والله ببلاش ونحن نضيع.